الحمد لله رب العالمين، القائل سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، إن قضية القبول شغلت بال الكثير من المسلمين، وتعلقت بها همم عباد الله الصالحين. فبعد كل عبادة عبادة أو طاعة طاعة، العمرة، الحج، الصيام، الصلاة، الزكاة، الصدقة، نردد قول علي رضي الله تعالى عنه: ليت شعري من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. ونردد قوله كذلك: لا تهتموا لقلة العمل واهتموا القبول. وقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أيها المقبول هنيئا لك، وأيها المردود جبر الله مصيبتك. نحن نعلم يقينا أن هناك من يعمل ويعمل، ولكن عمله مردود، وجهده هباء لا يرفع فوق رأسه. ونعلم يقينا كذلك أن القبول فضل من الله عز وجل ومنه، فهو يفيضه على من سبقت له منه الحسنى. نعلم أن القبول أمر إلهي غيبي، لكن وضع أهل العلم علامات قام عليها الدليل بالطبع. إذا وجدها المرء في نفسه فليستمر وليتابر وليسأل الله عز وجل الثبات، وإذا غابت هذه العلامات فليراجع نفسه وليصحح سيره. لا أدعي أني من خلال هذه الجلسة وهذه الدقائق المعدودات سآتي على ذكر كل العلامات الدالة على قبول العمل، فاللائحة بها تطول، ولكن أعتني بعلامتين ونقطتين بارزتين أخالهما من الأهمية بمكان. أولاهما الوجل، وأعني بالوجل الخوف من عدم قبول العمل. نعم، لعلك ولعلك أحسنتما في رمضان وأقبلتما على الطاعات وأكثرتما من القربات، لكن هذا كله لا بد أن يصحبه خوف وإشفاق وخشية من الله عز وجل الخلاق، خوف من أن نحرم القبول. عائشة رضي الله تعالى عنها قرأت في كتاب الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فحسبتهم شارب الخمر والسراق اللصوص، لكنها سألت المعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب قائلا: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حال المؤمنين بعد رمضان استصغارهم العمل، عدم العجب، عدم الاغترار، يعرفون ربهم حق المعرفة، يقرون بفضله ونعمه وآلائه، يعترفون بتقصيرهم وذنوبهم وزللهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يسألونه الجزاء الأوفى. كل ذلك يورث في قلوبهم التواضع، يورث فيهم الخشوع والذلة والخنوع، فيزدادون إيمانا مع إيمانهم. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال المفسرون: كان يقول هذا الكلام وهذا الدعاء عند كل حجر يضعه لبناء بيت الله الحرام. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن وهيب بن الورد أنه كان رحمه الله كلما قرأ هذه الآية بكى بكاء شديدا وقال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمر من الرحمن يخاف أن لا يقبل منه. قرأتم وسمعتم سورة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: حصحص الحق وبرئ من كل سوء. هل أعجب بذلك؟ هل اغتر بعمله وبنبوته؟ حاشاه وكلا. يقول الله عز وجل حكاية عنه: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. امرأة عمران نظرت ما في بطنها خادما لبيت الله المقدس. يقول الله تعالى: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني
إنك أنت السميع العليم. أسوتنا، قدوتنا، نبينا، حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيسأل فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول للصحابة الكرام العظام: لن يدخل أحد الجنة بعملي. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وفضله. هذا ما غرسه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة، في الرعيل الأول، هذا هو الذي وضعه لهم كنبراس وقدوة وأسوة وطريق يسلكونه منهاج. فلا نعجب إذا سمعنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. لا نعجب إذا سمعنا الصديقة بنت الصديق تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. لا نعجب إذا سمعنا أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، وما أدراكم ما عمر، يتبع حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين وعددهم، يتبع عمر ويسأله ويطلب ويلح: أنا منهم؟ أذكرني النبي عليه الصلاة والسلام من الأسماء التي ذكرها من المنافقين؟ لائحة بذلك طويلة مما أحفظه لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أتأكد بأن الله عز وجل قبل مني صلاة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين؟ ونفسه كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: مدرسة واحدة، هذه المدرسة التي خرجت لنا التابعين. فالربيع بن خثيم كان كثيرا ما يقول وهو يبكي: أدركنا أقواما كنا في جنبهم كاللصوص، يعني الصحابة، عبادتنا مقارنة مع عبادة الصحابة يقول عنهم التابعون أنهم كاللصوص يسترقون العبادة، لا يؤدونها كما أداها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. محمد بن واسع يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح لأنتنتكم رائحة ذنوبي وأزكمتكم. وأبو مسلم الخولاني رحمه الله يقول عن نفسه: أنا أولى بالصوت، أنا أولى بالضرب من الدواب. بكر المزني كان إذا رأى شيخا يمر قال: هذا خير مني. فقيل له: ولماذا هو خير منك؟ قال: لأنه سبقني إلى الطاعة والعبادة. وإذا رأى شابا قال: وهذا كذلك خير مني. فقيل له: ولما؟ قال: لأنني سبقته إلى المعصية وإلى الذنوب والآثام. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، هكذا تربوا وهكذا نشأوا وهكذا أدوا. فهل أحسننا كما أحسنوا؟ وهل شعرنا كما شعروا؟ إن المؤمن يجمع بين الإحسان والمخافة، وإن المنافق الضال يجمع بين الإساءة والأمن. فمن شعر بمثل شعورهم ومن أحس بمثل إحساسهم فطوبى له وهنيئا له، وأبشر فأنت على الطريق الحق وطريق الجادة. ومن لم يحس بذلك فليراجع نفسه، وباب التوبة والأوبة مفتوح على مصراعيه. العلامة الثانية من علامات قبول العمل: المواظبة والاستمرار على الطاعة. فالطاعة تعقب الطاعة، والعمل يعقبه العمل، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يقول يحيى بن معاذ رحمه الله: من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى الذنب ويعود، فعمله عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. مصيبة عظيمة أن يعود تارك الصلاة إلى تركها بعد رمضان، بعدما صلى في رمضان عاد إلى سالف عهده قبل رمضان. طامة عظيمة وكبرى أن يتهاون المرء في الصلاة بعدما لازمها وواظب عليها وصلىها جماعة في وقتها في رمضان. إنه لمن الخذلان والخسران أن نجد أقواما بعد خروج رمضان يعودون إلى المسكرات وإلى الخمرة وإلى الزنا وإلى الفاحشة والرذيلة وإلى أكل أموال الناس بالباطل وإلى الحرب مع الله عز وجل بأكلهم الربا أضعافا مضاعفة. أصحاب الفسق يعودون إلى فسقهم، مجالس اللغو، مجالس النميمة، تضييع الأوقات في الطرقات وفي النوادي. ماذا استفدنا من رمضان؟ وماذا أعددنا للقاء الملك الديان؟
كارثة كارثة أن يدخل رمضان وقد تركت المعاصي جانبا، ثم يخرج رمضان فتعود فتستلمها وتحضنها وتربط على كتفها وتصحبها معك. إن من علامات قبول العمل أن تعيش الطاعة بعد الطاعة. ولذلك قال أهل التفسير في قوله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قالوا أي لعلكم تشكرون أي تأتوا بالطاعة بعد الطاعة، فذلك شكران النعمة. ولهذا السلف لما فهموا ذلك كان أحدهم إذا صام نهاره شكر الله عز وجل بأن يقوم الليل، وإذا قام الليل شكر الله عز وجل بأن يقوم أو يصوم النهار، فلا زالوا لا يبرحون الطاعة تلو الطاعة، حياتهم طاعة بعد طاعة. هل صمت ستا من شوال؟ هل بدأت في صيامها؟ هل نويت صيامها؟ هل نويت أن تصومي ستا من شوال؟ لا تقل لي أصومها مجتمعة أو متفرقة، أقدم الدين أم أقدم ستا من شوال، افعل ما شئت، فالأمر واسع. صم ستا من شوال مفرقة مجتمعة، صمها قبل الدين بعد الدين. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فصيامها يدل على أنك على الطريق الصحيح، وأنه بإذن الله عز وجل قبل منك صيام رمضان. بشرى لمن داوم على الأعمال الصالحة، بشرى لمن وافق عمله عمل النبي صلى الله عليه وسلم، بشرى لمن واظب على ذلك وشد على مئزره وعلى نفسه. أليس منا، وأنا أهمس في آذانكم، أليس منا من لم يصلي صلاة الفجر في يوم العيد؟ أليس منا من كان يقوم للفجر لا لشيء إلا لأنه سيتناول وجبة السحور؟ فلما ذهب السحور ذهبت صلاة الفجر، نام ورقد عنها، أهذا علامة من علامات قبول العمل؟ إن هذا لهو الخسران، وهو الشنار، وهو الخذلان، وهو الوبار. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين تقبل الله منهم وساروا على طريق الحق في حياتهم إلى مماتهم. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الزيغ بعد الهداية، ومن الضلالة بعد الرشد. اللهم تقبل منا صيام رمضان، اللهم تقبل منا قيام رمضان، اللهم تقبل منا ختم القرآن في رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان من النيران يا رب العالمين، واجعلنا ممن غفر له ذنبه في رمضان وفي سائر الأيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوموا على العمل الصالح، إني أحبكم في الله.